بحث الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والمستشاره الالمانيه انجيلا ميركل تطورات الوضع شرقي المتوسط في اتصال عبر الفيديو حسب بيان للرئاسه التركيه، حيث اكد اردوغان بان الدعم الذي قدمته بعض الدول لموقف اليونان شرقي المتوسط غير مقبول. واضافت الرئاسه التركيه ان اردوغان ابلغ ميركل بان اليونان وقبرص والدول المسانده لهما اتخذت خطوات صعدت حاله التوتر شرقي المتوسط. ويأتي هذا في وقت قال فيه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يينس ستولتنبرغ إن اليونان وتركيا الشريكتين في الحلف اتفقتا على إجراء محادثات تقنية لتفادي أي اشتباكات عارضة في منطقة شرقي المتوسط. أعلنت تركيا أن روسيا ستجري مناورات بحرية بالذخيرة الحية شرقي البحر المتوسط، وستجرى المناورات الروسية بين 8 و25 من سبتمبر الجاري في مناطق البحر المتوسط، حيث تعمل سفن أبحاث تركية. من جانب آخر، تتوالى ردود الفعل التركية على القرار الأمريكي المتضمن رفع حظر بيع الأسلحة إلى قبرص. وفي تصريح لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار قال إن رفع حظر السلاح عن قبرص اليونانية لن يجلب السلام والحل بل الاشتباك واستمرار التوتر. وكانت الخارجية التركية قد لوحت بعزمها اتخاذ خطوة مماثلة ردا على القرار الأمريكي في حال لم تتراجع واشنطن عن قرارها الأخير. هو الاستعداد للحرب قد يكون منعا لوقوعها، تدريبات عسكرية بذخيرة حية، وإعلان عن امتلاك أسلحة بحرية جديدة، أوراق ضغط تلوح بها تركيا لثاني اليونان وقبرص عن المواجهة. إصرار تركي واضح على عدم التخلي عن موارد الطاقة، وتحشيد عسكري يقابله دعوة للحوار، وكأن أنقرة تبدي استعدادها لجميع الحلول مع تأكيدها على أهمية تقديم الدبلوماسية على ما سواها. نحن لا نسعى إلى تصعيد التوتر في شرقي المتوسط، وإنما نعمل على حماية مصالحنا، ولا يمكن لأحد أن يمنعنا من ذلك. إن رفع حظر السلاح عن قبرص اليونانية لن يجلب السلام والحل بل الاشتباك واستمرار الخلاف. شبح التصادم العسكري شرقي المتوسط أطل مع قيام جميع الأطراف بالحشد عسكريا وتسليح اليونان للجزر القريبة من تركيا، فيما رفعت الولايات المتحدة حظر توريد الأسلحة إلى الشطر الجنوبي من قبرص، وأبدت أوروبا التزامها بالوقوف إلى جانب اليونان، أمر لم يثني تركيا بل دفعها إلى تصعيد لهجتها، فأصبحت مخارج الأزمة مفتوحة على جميع الاحتمالات. لا أعتقد أن أحدا يرغب بالحرب، لكن السياسة الخارجية هكذا دائما ميدان للسباق، وكأنها رقعة شطرنج، أطراف تضغط وأطراف تتراجع. لا أعتقد أن اليونان ستقدم على بدء الحرب وكذلك تركيا. تطور جديد تمثل بمنع تركيا الاقتراب من موقعين بحريين معلنة تخصيصهما لتدريبات تجريها قوات روسية بالذخيرة الحية حتى نهاية الشهر الجاري، وكأن أنقرة تلوح بإدخال اللاعب الروسي على خط التوتر، على ذلك يثني الأطراف الأوروبية عن التصعيد العسكري. يدرك الطرفان المتنافسان شرقي المتوسط المخاطر الكارثية للحرب، حيث يمتلك أحدهما القدرة على إعلانها، لكن قرار إنهائها قد يخرج عن السيطرة، ما يرجح كفة الحل الدبلوماسي وإن تعالى صخب الحشود. أحمد غنام، العربي، اسطنبول. وينضم إلينا من اسطنبول العقيد حاتم كريم الفلاحي، الخبير العسكري والاستراتيجي. سيد الفلاحي، ما الذي تضيفه هذه المناورات الروسية التي في الحقيقة وصفتها بعض الصحف الأمريكية بأنها اقتحام روسي لبؤرة التوتر في شرقي المتوسط؟ هل فعلا تعزز موقف تركيا في مواجهتها اليونان وحلفائها الأوروبيين أم العكس؟ نعم، مساء الخير لك ولمشاهدي قناتكم الكريمة. أنا أعتقد بأن هذا الأمر سيعتمد على التفاهمات الروسية التركية في هذا المجال، وقد سبق لتركيا وروسيا في الفترة الماضية
قد أمرموا العديد من الاتفاقات خصوصا في التدخل في سوريا، إضافة إلى تجاوز الكثير من العقبات بما فيها إسقاط الطائرة الروسية ومقتل السفير الروسي، وصولا إلى إبرام صفقة الS-400 وإلى دعم روسيا للاتفاق التركي الليبي الذي أبرم مع حركة الوفاق بالنسبة للحدود البحرية ما بين تركيا وما بين ليبيا. وبالتالي روسيا تحاول أن ترى في هذا الاتفاق هو استمرار لتدفق إمدادات الطاقة من روسيا باتجاه أوروبا، لذلك ستعتمد هذه على التفاهمات التي يمكن أن تجريها تركيا وأيضا روسيا خلال هذه الفترة. إضافة إلى ذلك، روسيا تحاول أن تستفيد من التوتر الحاصل في العلاقات التركية الأمريكية، التركية اليونانية، التركية الأوروبية بشكل عام، بالإضافة إلى قبرص، وهي تحاول أن تدفع للاستفادة من وتوظيفها لمصالحها في موسكو من أوراق دخول مسرح التوتر وربما الحرب في منطقة بعيدة عنها. نعم، لروسيا أوراق كثيرة. أولا التواجد الروسي الآن في سوريا، هناك قاعدة حميميم، هناك ميناء طرطوس وميناء اللاذقية، هناك تواجد الآن حسب تصريح للقيادة الأمريكية أفريكان في أفريقيا تقول بأن هناك 14 طائرة روسية تم إرسالها من سوريا إلى قاعدة الجفرة في ليبيا، وبالتالي هناك إمكانية لوصول الأسطول البحري الروسي إلى ميناء طبرق ودرنا خلال الفترة المقبلة، وهذا بحد ذاته هو تطويق لأوروبا في مسألة الشرق الأوسط. يضاف إلى ذلك بأن روسيا استطاعت خلال الفترة الماضية أن تعمل مع جميع الأطراف في المنطقة، لديها تنسيق مع إسرائيل، لديها تنسيق مع الولايات المتحدة في سوريا، لديها تنسيق مع إيران، لديها تنسيق مع تركيا، لديها تنسيق مع مصر، مع السعودية، مع الإمارات، وبالتالي تحاول أن تستفيد من هذه العلاقات لتوظيفها في الشرق المتوسط. هي تحاول الآن أن تدفع بتركيا للخروج من حلف الناتو لضمان مصالحها في شرق المتوسط، وبالتالي هي تدفع من جهة أخرى الدول الأوروبية على الجلوس إلى طاولة مفاوضات مع تركيا مع روسيا لكي تساومها على ملفات أخرى في مناطق أخرى قد تكون في جورجيا أو في أكرونيا. لكن نحن نتكلم عن وضع معقد جدا. ذلك سيد فلاحي، يعني ما هي التفاهمات الممكنة التي يمكن فعلا أن تعود بالفائدة على تركيا؟ نعم، أكيد تركيا تعود بأنه تركيا الآن ليس لها داعم في مسألة المواجهة مع أوروبا، لذلك تعتبر روسيا دولة يعني ذات نفوذ دولي وإقليمي في المنطقة، وبالتالي تحاول أن تعزز الموقف التركي لأنه يصب في مصلحة روسيا بشكل كبير جدا في مسألة تدفق إمدادات استمرار تدفق إمدادات الطاقة من روسيا باتجاه أوروبا، وكذلك في مسألة الغاز المتواجد في شرق المتوسط. تريد أن تفرض روسيا نفسها كلاعب رئيسي في هذه المنطقة، إضافة إلى تركيا أيضا، لأنه الاتفاق الذي دعمته روسيا خلال الفترة الماضية ما بين تركيا وما بين ليبيا هو يصب في مصلحة روسيا بشكل كبير جدا، الأمر الذي رفضه حفتر بدفع من فرنسا. هذا الأمر حقيقة يعني نستطيع أن نقول أغاض الكثير من الدول بما فيها فرنسا، بما فيها إسرائيل، بما فيها اليونان، لأنه يؤثر على أوروبا بشكل كبير جدا. أنا أعتقد بأنه هو الوضع أصلا في هذه المنطقة هو معقد، ولكن الأوراق الروسية هي أوراق قوية جدا، ويمكن لها أن تستخدم هذه الأوراق لضمان مصالحها في ملفات كثيرة، ليس في ملف الشرق الأوسط، وإنما حتى في ملفات أخرى تتعلق بأوروبا الشرقية. شكرا جزيلا لك العقيد حاتم كريم الفلاحي، الخبير العسكري والاستراتيجي من اسطنبول. دعا الاتحاد الأوروبي موسكو لفتح تحقيق في قضية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني دون أن يستبعد فرض عقوبات عليها. يأتي ذلك بعد أن أكدت برلين أن الاختبارات التي أجرت على عينات مأخوذة من المعارض الروسي أظهرت أنه كان ضحية تسميم بغاز الأعصاب. من جانبه أعلن الكرملين أنه لا يرى أي مبرر لاتهام الدولة الروسية بأنها خلف تسميم نافالني، داعيا الغرب إلى عدم إطلاق أحكام متسرعة. لا نرى أساسا لفرض العقوبات على روسيا، موقف الكرملين من مواقف الدول الغربية. هدوء الكرملين قابله اضطراب في البورصة بمجرد تلويح الغرب بفرض عقوبات على روسيا. الخارجية الروسية أعربت عن استيائها من جزم ألمانيا
بأن المعارض أليكسي نافالني تم تسميمه بمادة نوفيتشوك. وكشفت عما دار خلال استدعاء السفير الروسي إلى الخارجية الألمانية. وبقدر ما يسهل على الغرب اتهام روسيا بتسميم المعارض، يصعب عليه إثبات التهمة، خاصة وأن السلطات الروسية قدمت لنافالني المساعدة الطبية أولا ولم تمنع سفره للعلاج في الخارج، كما أن فتح نافالني ملفات فساد لعدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال والمقربين من الدولة، وتحاشيه اتهام الرئيس بوتين بشكل مباشر، حقيقة تدفع البعض للقول إن أعداءه من خارج الكرملين أكثر ممن هم بداخله. غاب نافالني عن الساحة الروسية السياسية الداخلية وحضر اسمه على الساحة الدولية. سم دس في فنجان شاي سمم العلاقات بين روسيا والغرب. محمد حسن، العربي، موسكو. وينضم إلينا من برلين ناصر جبارة، الصحفي المتخصص بالشأن الأوروبي. سيد جبارة، إذا التحاليل الألمانية أكدت تسميم المعارض الروسي نافالني، لكن السؤال هو عما إذا كانت برلين ترى في ذلك مبررا كافيا لتوجيه الاتهام للدولة الروسية؟ لا أعتقد أن هذه الاتهامات جاهزة. نعم، برلين قدمت هذه الاتهامات، وفي هذه المرة ألمانيا ستذهب إلى أبعد من مطالبة دبلوماسيين روس بمغادرة أراضيها. آخر مرة كان ذلك في الصيف العام الماضي عندما تم قتل معارض روسي هنا في وضح النهار في إحدى حدائق برلين. ويبدو أن الحكومة الألمانية مقتنعة بأن جهات روسية تقف خلف هذه القضية، ومن هنا جاءت الاتهامات، والاتهامات كانت واضحة في هذا الموضوع. ماذا في وسع ألمانيا أن تفعل؟ يعني ما حدود التصعيد المتوقع لهذه القضية بعد أن بادرت أنجيلا ميركل بنفسها بالحديث عن هذه القضية، وقالت بأن نافالني تعرض لمحاولة قتل، وقالت أن هناك أسئلة لا يمكن لأحد ولا يستطيع أحد الإجابة عنها سوى الحكومة الروسية وحدها؟ هذا يعتمد على شيئين. الأول هو مدى تعاون الروس في هذا الموضوع، مدى استعدادهم لتقديم معلومات شفافة عن أدق التفاصيل في هذا الموضوع، ولكن أيضا على قدرة ألمانيا في تحشيد الحلفاء الأوروبيين والغربيين من أجل، ولكن أيضا الناتو في هذا الموضوع مهم، من أجل اتخاذ موقف موحد تجاه ذلك، من أجل الذهاب في إلى أبعد من كما قلنا طرد دبلوماسيين. هناك أوراق تستطيع بلا أدنى شك الاتحاد الأوروبي أن يلعبها، الورقة الاقتصادية مثلا تبعد أن يتم تجميد أو إلغاء خط نقل الغاز إلى أوروبا نورد ستريم 2. هنا تستطيع ربما هذا الخط تقريبا اكتمل من الناحية اللوجستية من ناحية البناء، وفي هذه الحالة يستطيع الاتحاد الأوروبي استيراد غاز أقل من روسيا والضغط على روسيا في هذا الموضوع. إذن هناك احتمال كما قلنا فرض عقوبات اقتصادية، ولكن نحن نعرف أن التوتر في العلاقات بين الطرفين مستمر منذ عام 2014 عندما أقدمت روسيا واحتلت شبه جزيرة القرم الأوكرانية، عندما كان الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على روسيا، كانت روسيا ترد بعقوبات مماثلة، ولكن من الناحية الاقتصادية بلا أدنى شك أن ألمانيا وأوروبا قادرة على اتخاذ عقوبات موجعة لروسيا. هل يمكن أن تغامر ألمانيا بخسارة صفقة أنابيب الغاز، خطوط الغاز مع روسيا؟ لا أعتقد ذلك. رئيسة الحكومة الألمانية أمس كانت واضحة في هذا الموضوع وقالت لا ربط بين الموضوعين، موضوع تسميم المعارض وخط أنابيب الغاز. هذا الخط مهم جدا جدا بالنسبة لروسيا. ألمانيا وأوروبا ليست راضية عن الاعتماد بشكل كبير على موارد الطاقة الروسية، ولكن لا بدائل لغاية الآن عند الألمان. أنا لا أعتقد أن الألمان سيخاطرون بذلك، هم يستوردون من روسيا أكثر من ثلث مواردهم من الغاز، ولهذا المخاطرة بهذا الموضوع بسبب تسميم معارض روسي. أنا لا أعتقد أن ألمانيا ستذهب إلى هذا المنحى التصعيدي الكبير. سيد جبارة، إلى أي حد تتفق أو تختلف هنا مع من يقول بأن الغضب على ضفتي الأطلسي يعكس ربما سعيا لاستثمار حاليا تسميم المعارض الروسي لصالحهم، لأن هناك في الحقيقة يعني
قضايا وجرائم ترتكب أكثر في مناطق أخرى من العالم ولا تهز شعرة من شعر قادة الغرب. الموضوع الـ هنا يعني تتميم معارض روسي بالنسبة لألمانيا، تحدث من ألمانيا، أعتقد لن يمر مرور الكرام. هذا الموضوع مهم جدا بالنسبة للألمان نظرا لأن العلاقات مع روسيا مهمة جدا. الآن بالنسبة لضفتي الأطلسي، طبعا العلاقة بين ضفتي الأطلسي، طبعا الروس دائما يعيبون على الأوروبيين وتحديدا على الألمان أنهم يمررون سياسة أمريكية في علاقاتهم مع روسيا، وهذا ما لمسناه بشكل كبير في الأزمة الأوكرانية. وروسيا يقولون وبشكل واضح يعني تحرروا أكثر من الأمريكيين ونحن سنتفق، نحن جيران ومصير أوروبا واحد ويهمنا جميعا، وهذه الاتهامات دائما تكال إلى الألمان. الآن علاقات بين ضفتي الأطلسي متوفرة بالفعل والفرصة سانحة للروس من أجل ذلك، ولكن إذا تحدثنا عن معظم الحكومات الأوروبية، أخذنا حكومة مهمة ومؤثرة مثل ألمانيا، أنا لا أعتقد أن ألمانيا ستخاطر بعلاقاتها مع الأمريكيين من أجل الروس. العلاقات بين ضفتي الأطلسي أهم بكثير بين الاتحاد الأوروبي. هل ممكن تشير إلى جرائم أخرى ترتكب في العالم ولا يهتم بها الغرب قدر اهتمامه بتسميم المعارض الروسي؟ بكل الأحوال شكرا جزيلا لك ناصر جبارة، الصحفي المتخصص بالشأن الأوروبي من